مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور، فقرة جديدة من برنامجكم الطبيب. النهاردة هنستكمل معاكم سلسلة حلقاتنا اللي بنتكلم فيها عن مرض السمنة والمشاكل اللي بيسببها، وهنتكلم ازاي مريض السمنة يقدر يتخلص من الوزن الزيادة اللي عنده بطريقة سهلة وبسيطة. كمان هنعرف او هنشوف الاسئلة اللي جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك، نحاول نجاوب معظم الاسئلة اللي وصلت لنا النهاردة. علشان كده نور، احنا مشاهدينا هنحاول ان احنا فعلا نساعدكم ونجاوب على كل الاسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها، ونكمل كل الكلام عن السمنة ومخاطر السمنة وكمان طرق علاج السمنة، وخاصة الطفرة الحقيقية اللي حققتها الألياف الطبيعية. كل ده هيكون مع ضيفنا وضيفكم النهاردة دكتور أحمد عبد الله، استشاري علاج السمنة، عضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والسمنة، وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية، وأيضا عضو الجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي وإعادة التأهيل. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا يا رنا، منورنا. أخبارك إيه؟ أخبارك يا دكتور أحمد؟ منورين. إيه الأخبار؟ صوتك أنت تعبان النهاردة كده شوية. صوتي بس تعبان، بس برضه يعني في بحة حلوة. في بحة حلوة. بالظبط. وأنت جاي دايما كالعادة متفائل. ربنا، أنا متفائل طبعا. انا ببارك طبعا للمنتخب المصري طبعا، لمصر كلها طبعا. تهيالي كده اتضحت البحه دي. اتضحت البحه يعني انا يعني بقول الموضوع عشان الناس تعرف البحه دي جايه منين. فطبعا يعني الانتصار ده كان عظيم، المصريين انتظروا ده 28 سنه، يمكن في اجيال ما قابلتش الموضوع ده تماما. فده يعني كانت فرصه جميله قوي للفرحه، الناس كلها فرحت. هو ربنا اراد ان الشعب ده ما ينامش في اليوم ده زعلان. بالظبط، ده حقيقي والله. وبعدين هنا بقى نيجي نتكلم في الاراده. الماتش ده يعني هو حكايه في الاراده لاخر دقيقه، من اول الكابتن محمد صلاح يعني انا بتشوفي احنا بنتكلم في الاراده عشان نتخلص من السمنه، ما بالك بواحد شايل عبء 104 مليون بني ادم. صحيح، على كتافه قد ايه. صح. التحول من لحظه الانكسار ما خدتش اكتر من 30 ثانيه. صحيح. الثقه في ربنا، يقوم الراجل عمال بيشجع الجماهير وبيشجع الناس، يلا في حاجه من جواه بتقول له لا احنا هنفوز. هي دي الاراده نفسها. صح. كابتن عصام الحضري والاراده، مهما يعني الناس بتقول، هو طبعا شباب وكل حاجه، 44 سنه ده شباب، ولكن طبعاً بالنسبه لسن الكوره قد ايه عنده اراده ان هو يكمل. هنا بنتكلم على فكره الاراده. صحيح. مفيش حاجه تقدر تهزمك، مفيش حاجه تقدر تكسرك، مفيش حاجه تقدر تخليك ان انت ما تقدرش ان انت تخس، ما تقدرش ان انت تقاوم اي مغريات. لا، ده في الدقيقه الاخيره وعبء نفسي غير طبيعي، وداخل يشوط ضربه جزاء وشاطها وجاب جون وفرح المصريين كلهم. هنا الاراده يا جماعه هي اكبر حاجه. صح. ما بالك بقى باراده بني ادم عاوز يخس. عايز يخس. صدقيني لو فكرتيه في النهايه ان الاكل وشهوه الاكل والكلام ده كله يعني كلام فاضي، نقدر نتخولها. الواحد لما بيحط حاجة في راسه بينفذها. يعني بالزبط. احنا دايما كانوا بيقولوا الماتشات والاستاد والتنظيم، الناس عشان عايزه تفرح وعشان عايزه تتبسط وعشان عايزه تكمل اليوم للاخر كويس، داخلين منظمين وخارجين منظمين. بالظبط. لا، من هي غير كانت وجود ناس حاجه كده جميله. بنهني الشعب المصري كله بالفوز ان شاء الله. وزي ما بقول لك، الفكره كلها فكره ان احنا نقدر نقاوم الشهيه بتاعه الاكل. كان يا دكتور احمد حضرتك ضربت مثال هايل جدا، وده اللي احنا عايزين نطبقه بقى على الاراده اللي بتيجي من الالياف الطبيعيه. حد مش قادر يخس ياخد الالياف، بيسيطر على نفسه، بياكل كميات قليله. بالظبط. الفكره كلها احنا سريعا، الالياف الطبيعيه هي حاجه جميله جدا. احنا كنا طول الوقت فترات طويله جدا بندور على حاجه تساعد الناس بجد، مش فكره دواء نديه عشان يزود الحرق شويه. مليان حاجات يمكن تكون ممنوعه فعلا، بمجرد ما بتبطليه بتتخني اضعاف مضاعفه. احنا كنا طول الوقت بندور على حاجه فعلا تخلي البني ادم يقدر تساعده على انه يرجع لطبيعته. صحيح. احنا اكلنا كتير، مارسنا عادات غذائيه غلط كتير، خلتنا في النهايه معدتنا تكبر، فنشبع بكميات اكل اكبر كبيرة. فبالتالي ما احناش قادرين نقاوم شهوه الاكل، ودي غصب عننا، وبالتالي بنتخن. احنا كنا بندور على حاجه ترجع الامور الى اصلها. الالياف الطبيعيه دي ميزتها، احنا في النهايه مفيش اي حاجه كيميكال، مفيش اي حاجه كيماويات، هي حاجه بتملى المعده. نعم. فتخليكي تسيب لك جزء صغير فتشبعي من اقل كميه، زي ما انت شايفه كده في الفيديو ده. الفيديو ده احنا دايما بنعرضه ليه؟ لان اول هو بيوضح جدا، فاحنا مش بالكلام بس، انت بالصوره بتخلي الناس تفهم بشكل اسرع بكتير. الحاجه الثانيه عشان اي حد، ناس كتير بتتلخبط في استخدامها، بتفتكر انها ممكن تتبلع كده على طول او كده. زي ما انت شايفه دي كوبايه شبه المعده. احنا بنحط الالياف دي في شويه ميه صغيرين كده، ندوبها لحد ما تبقى سميكه شويه او فيها لزوجه.
وبعدين بناكلها. ليه احنا عايزينها تبقى سميكه؟ ليه كده؟ عاوزين نكون مركب سميك شويه عشان يقعد في المعده. احنا مش عايزين نكون مركب سائل بمجرد ما تشربيه ينزل وخلاص. احنا عايزين نعمل حاجه زي بالون المعده، تنزل المعده فتقعد تغطيك طول اليوم، تخلي جزء صغير من المعده اللي موجود، فبمجرد كميه اكل قليله احنا بنقلبها، وانت بتقلبيها بتلاقي فيه شويه مقاومه لايدك. المقاومه دي عشان هي ازدادت لزوجه زي ما احنا بنقول. زي انت هتشوفي دلوقتي احنا ممكن نقلب الكوبايه، لمجرد ما تقلبي الكوبايه حتى المعلقه ما بتقعش. معنى كده ان هي سميكه او جيلاتينيه، سميكه هتقعد في المعده. بمجرد ما احنا مش عايزين، احنا عاوزين نبلعها ناكلها ونحط كوبايتين ميه على طول عشان تلحق تمتصها ما نتاخرش، عشان هي ما تبقى، لان هي ممكن تكون مركب صلب فيقف. عايزينها لسه تشرب الميه فتكبر في المعده، تكبر اكتر واكتر وتتشكل حسب اي شكل معدة. المعده الكوبايه الثانيه دي كان فيها ماده زيتيه من فوق كده تشبه الدهون اللي احنا بناكلها. الالياف بتحوط على الدهون او تلتف حوالين الدهون دي وتكون مركب ينزل في قاع الكوبايه زي ما انت شايفه، ومنها على الامعاء ومنها على الاخراج بدون امتصاص. يبقى انا كونت حاجه ملت المعده، يعني بقى موجود ربع حجم المعده بس اللي متبقي. هنا قاومت الشهيه المفتوحه، قاومت الناس اللي بتاكل بالليل، الناس اللي بتنقنق طول النهار. أيوة. شوكولاتات على حلويات على مش عارف ايه الكلام ده كله، اللي بيفطر مع اصحابه في الشغل ومش قادر يقاوم هذه العاده. صحيح. اللي بيرجع على الغداء مفتوح نفسه عاوز ياكل كميات اكل كبيره. الاطفال الصغيرين اللي انت مش قادر تتحكم في شهيتهم، بياكلوا مقليات وبياكلوا مكرونات والكلام ده كله. هنا كلهم اللي بيحركهم ان المعده كبيره عايزه كميات اكل كبيره. هنا لما حطيت الالياف فشغلت جزء كبير من المعده، خليت ربع المعده اللي فاضله، فبالتالي هياخد كميات قليلة، أكل قليلة هيشبع، هيقدر هيشبع منها ويقدر يتحكم في شهيته. طيب احنا دلوقتي معانا مكالمة تليفونية من أستاذ أشرف. يا أستاذ أشرف مساء الخير. موجود. أهلا بيك منورنا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. استخدمت الألياف من إمتى يا أستاذ أشرف؟ والله أنا يعني استخدمتها من يوم 29/9 اللي فات. تمام. حضرتك كان وزنك قد إيه قبل ما تستخدمها؟ كان 125. وحاليا؟ حاليا دلوقتي وزنت نفسي بعد 6 ايام لقيت نفسي نزلت 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص كويس جدا. كويس جدا. انت ايه المشكله؟ يعني ايه امتى كنت يا استاذ اشرف بتحب تاكل؟ امتى الفتره اللي بيكون فيها عندك شهيه للاكل؟ بالليل يا بيه، بعد الساعه 1 بالليل. الساعه 1 بالليل. طيب بتاخدها الساعه كام الالياف؟ الساعه 4 بالظبط. بتحس ان هي سدت الفكره دي او خلت الفكره بتاعت الشهيه المفتوحه بالليل دي مش موجوده؟ لا مش موجوده. طب الحمد لله كويس جدا. يعني 2 كيلو ونص في اسبوع، يعني في اسبوع يعتبر في اسبوع. ده كويس جدا. انا عايزك تكمل، عايزك تمشي على النظام الغذائي المظبوط عشان لما تحب تكمل بعد كده جسمك، احنا مش عاوزينك بس تخس، احنا عاوزينك ترجع جسمك يحرق تاني. فالفكره الحرق هيتم عن طريق الاكل وتتابع الاكل. فانا عايزك تاكل كميات اكل قليله بس على مدار اليوم. حضرتك يا دكتور انا ماشي على الجدول 10 على 10. طب الحمد لله. جميل. الحمد لله كويس جدا. وبالليل باخد علبه الزبادي وبحط عليها ليمون. جميل. لا مش ليمون، فاكهه، ثمره فاكهه. معايا ثمره فاكهه. بس ممتاز. هو انا سعيد جدا. مش عايزين اكتر من كده. هو يمكن استاذ اشرف بيقصد جنين القمح اللي بيحطه على الزبادي. الجنين. طب ده 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 هايل. جنين القمح معلقه، ده بتخليك تشبع اكتر. جنين القمح لو انت بتخس فممكن تكون كميات الاكل اللي كنت بتاكلها او جسمك متعود على كميات اكل كبيره، فلما تخس ممكن مثلا شعرك يتاثر او تبقى حاسس بضعف شويه. جنين القمح بيساعد انك تعوض الاحساس ده، لان هو انت عارفه مليان مضادات اكسده، مليان فيتامينات طبعا. وكويس جدا وبيشبع اكتر كمان، فتحس بشبع اكتر وتقاوم اي علامات اجهاد او حاجات من دي. بنشكرك طبعا يا استاذ اشرف، واستمر وباذن الله هتوصل الوزن اللي انت عايزه. وبرده يا دكتور احمد الوقت معاك بيجري بسرعه واتكلمنا في كذا حاجه، بس باذن الله هي في سلسلتها فقرات وبنتكلم فيها عن أكيد. الالياف. نورتنا ومشاهدينا، وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا. كان منورنا ومنوركم دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه. نورتنا دكتور احمد. متشكر جدا. انا متشكر. ميرسي يا دكتور احمد لوجود حضرتك معانا. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه المحور، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم الطبيب.
مشاهدينا احنا كلنا عارفين ان اكتر حاجه مؤلمه لاي زوجين في الدنيا ان هم ما يجيبوش بيبي او يحصل عندهم تاخر في الانجاب. ده بيسبب لهم مشكله كبيره جدا، سواء مشكله نفسيه او مشكله ماديه او ايا كانت المشكله اللي هم هيعيشوا فيها. كمان بيظهر بعد كده ممكن زوجين ما عندهمش اي مشاكل خالص ولكن برضو في تاخر في الانجاب. الحقيقه ان احنا النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن اسباب تاخر الانجاب، هنعرفها كلها. كمان هنستقبل كل تليفونات حضراتكم على الارقام اللي هتظهر على الشاشة حالا، وكل ده هيكون مع أهم أطباء النساء في مصر، دكتور شريف باشا سيف استشاري أمراض النساء والتوليد وأطفال أنابيب بإنجلترا، رئيس مجلس إدارة مراكز سان رايز للخصوبة والحقن المجهري، زمالة الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، وأيضا عضو الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة. أهلا بحضرتك دكتور شريف. أهلا بيك يا رن. دكتور شريف، يمكن أنا زي ما قلت في أسباب كتير جدا لتأخر الإنجاب بتختلف طبعا من زوجين لزوجين لآخر. عايز أعرف من حضرتك إيه هي أسباب تأخر الإنجاب، ولو في ناس يعني ما فيش سبب واضح وممكن هم يقدروا يخلفوا ولكن برضو في تأخر للإنجاب. تمام، إحنا برضو للبداية في عجالة بنقول تأخر الإنجاب لو عدت سنة من الزواج المتواصل بدون حدوث حمل، وفي السنة دي لازم يكون الزوج متواجد مع الزوجة على مدار السنة كلها، مش مسافر لفترة طويلة لفترات طويلة حسب ظروف عمله. وفي الحالة دي لو تأخر الحمل 12 شهر ورا بعض بنقول إن هو تأخر في الإنجاب. في ساعتها بنضطر السيدة تلجأ أو الزوج اللي هما الاتنين مع بعض يلجأوا إلى الطبيب. أول حاجة بنعملها تحليل السائل المنوي للزوج عشان نستبعد إن يكون في مشكلة في السائل المنوي. وبرضو بنؤكد على نقطة بنقولها كتير إن قدرته الجنسية ليس لها علاقة بقدرته على الإنجاب. فكون إن الراجل يكون قدرته على ممارسة العلاقة الزوجية سليمة هذا ليس يعني إن حياته المنوية سليمة. فده أول حاجة لازم تتعمل. وبنعمل بعد كده الفحوصات الأولية للسيدة اللي هي في صورة موجات فوق الصوتية وتحليل هرمونات، دي أول خطوة. لو بعد كده لقينا ان المراحل كل دي سليمه بنلجا للخطوات اللي بعد كده اللي هي بنعمل يا اما اشعه صبغه للاطمئنان على سلامه قناتي فالوب، او بنعمل منظار بطن تشخيصي عشان يطمن على القنوات وفي نفس الوقت يستبعد وجود البطانه المهاجره، ودي ما تتشخص غير بالمنظار البطن التشخيصي. كل الحاجات دي بنعملها بعد سنه جواز لو السيده صغيره في السن وما عندهاش مشكله واضحه، لكن بنستثني انتظار السنه في حالة لو السيدة سنها كبير فوق ال 35 أو 36 سنة، أو لو في مشكلة واضحة من البداية في صورة إن الدورة ما بتجيش أو غير منتظمة أو في مشاكل في العلاقة الزوجية أو عند الزوج، يبقى لو إحنا عارفين إن في مشكلة ما فيش أي منطق في الدنيا يقول لنا نستنى سنة وإحنا عارفين إن في مشكلة. تمام؟ هو ده على عجالة الفحوصات اللي بنعملها. بنيجي بعد كده للأسباب، طبعًا بنبتدي في الأسباب الأكثر شيوعًا. احنا بنشوف دلوقتي بالنسبه للمرضى اللي بيجوا لنا هنا ان من اكتر الاسباب شيوعا وما كانش السبب الاول هو ضعف الحيوانات المنويه عند الزوج. وده غالبا بيرجع الى التلوث البيئي، ان التعرض للكيماويات اللي في الاكل والخضار والاشعاعات للتلوث البيئي، فده بيأثر على قدره الحيوان المنوي على اختراق البويضه. في صوره ان عدد الحيوانات المنويه بيقل أو الحركة بتاعتهم ونسبة التشوهات بتزيد. دي من أكثر الأسباب شيوعاً. يليها من اللي احنا بنشوفه حالياً دلوقتي هو العقم غير معروف السبب. وده اللي بيبقى محير أكتر. صحيح. إن الست تيجي تقول لي أنا سليمة وجوزي سليم بس ما خلفناش، بس احنا سلام. أقول لها يعني أنتِ مس، أنتوا مش سلام، لو كنتِ سليمة كنتِ حملتي في خلال شهر، ففي فرق بين سليمة وفي فرق بين مش عارفين عندك إيه. وغالباً أسباب تأخر الإنجاب اللي هي غير معلومة السبب اللي هي تقريبا 20% من اللي بيحاولوا، يعني احنا 15% لو جبنا 100 متجوزين 15% منهم بيتأخر إنجابهم، ده نسبة تأخر الإنجاب. 20% منهم غير معروف السبب أو مجهول السبب أو بنسميه unexplained infertility. دي بترجع إلى غالبا الجهاز المناعي. يبقى في مشاكل في الجهاز المناعي بتمنع إخصاب الحيوان المنوي أو بتهاجم الحيوان المنوي عند المرأة، فبتمنع تخصيب البويضة. وفي مراحل تانية من الجهاز المناعي إنها بتهاجم الجنين أو البويضة المخصبة اللي هي الجنين، فبتهاجمها أول لما بتدخل الرحم فبتمنع التصاق الجنين. فدي كلها مشاكل، ودي من أصعب الحالات يا رنا اللي بتتعالج. يعني اللي هو عقم غير معروف السبب، أنا عايز أقولك إن دوت من أصعب الحالات اللي بتتعالج
في التخصص بتاعنا. طيب دكتور، يعني يمكن من اصعب الحالات اللي حضرتك قلتها فعلا اللي هو مجهول السبب او مش عارفين سببه ايه، ولكن اللي عارفين سببه خلاص يعني اذا عرف السبب بطل العدوى. كمان يعني بقول للمريض اسهل حاجه ان انت تتعامل مع عدو ظاهر مش عدو خفي. لكن عشان نحط المريضه او المتزوجين في توصيف العقم غير معروف السبب، لازم حتما ان نكون عملنا كل الفحوصات. صحيح. يعني ما اقدرش اقول لها اكشف عليها بالسونار كده واقول لها انت عندك عقم غير السبب، لا. لازم تكون عامله التحاليل الهرمونات كلها سليمه، لازم تكون عامل الزوج تحليل المنوي سليم، لازم تكون الموجات فوق الصوتيه بالنسبه للرحم والمبايض سليمه، لازم اكون عشان احط هذا التوصيف عملت منظار بطن تشخيصي واستبعدت وجود البطانه المهاجره. ان لو ما عملتش منظار بطن ما اقدرش احط المريضه على هذا التشخيص، ان منظار البطن هي الوسيله الوحيده التي تجزم وجود البطانه المهاجره. صحيح. طيب عايز اعرف من حضرتك يا دكتور شريف، يعني احدث طرق العلاج اكيد بتختلف من حاله لاخرى. بصي رنا، هو في الحقن المجهري واطفال الانابيب انا بنقول تملي هي دي التقنيه مش حديثه، ان اطفال الانابيب بتتعمل من سنه 78. اول طفله انابيب هنحتفل بيها السنه الجايه لويس براون هتتم 40 سنه. فده يعني زمن. حاجه ولكن وطرق اطفال الانابيب والحقن المجهري موجوده في كل الاماكن. صحيح. بتفرق النتائج من اماكن لاماكن في العالم على ان هو تيم ورك، هو فريق عمل كبير. ولازم كل شخص يؤدي دوره بدقه، ان فيها من تقنيات الأجهزة الحديثة، إزاي معايرة الأجهزة، إزاي تحضير المريض، إزاي يعني في عوامل كتيرة قوي بترجع إلى كده. فهو التدقيق في هذه وروح العمل مع الفريق كله هي اللي بترفع من نسب نجاح الحقن المجهري. إن ديت عملية بتحتاج أفراد كتير قوي يتدخلوا فيها عشان ترفع من نسبة النجاح. طيب هرجع أكمل مع حضرتك، بس اسمح لي ناخد على التليفون مدام ميرفت. أهلا بيكي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام ميرفت، أهلا بيكي. ألو. معاك يا فندم، حضرتك على الهواء، اتفضلي. اتكلم بس الدكتور شريف. اتفضلي معاكي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا مدام شريف. انا دلوقتي عندي 42 سنه وعندي ابني 3 سنين ونص. ربنا يخليه لك. وربنا يخليه. وانا كنت باخد وسيله بعد الولاده على طول اللي هي الجينيرا. تمام. وبقالي سنتين دلوقتي ما باخدش اي وسيله خالص. ومحصلش حمل خالص. والده طبيعي ولا قيصري؟ لا قيصري. تمام. وعملتي اي فحوصات عشان دلوقتي عملتي تحليل هرمونات وزوجك عمل تحليل سائل منوي؟ لا زوجي ما عملش حاجه زي كده، بس انا عملت تحليل وكده، بس الدكتور قال لي ان هو النسبه ضعيفه عشان السن ونلجا بقى للحقن المجهري، مع ان البيريود بتيجي منتظمه، يعني بتيجي منتظم كل شهر. في نقطه مهمه قوي لازم نوضحها لناس كتير. ضعف مخزون التبويض هذا لا يعني ان ده مش سبب في حد ذاته مانع للحمل، ده سبب يخلينا نستعجل في العلاج علشان ما عندناش وقت، علشان مزنوقين في الوقت. ولكن في حد ذاته هو مش مانع، مش ده اللي مانع لك الحمل. فانت لازم تعملي تحاليل هرمونات زائد مخزون البويضات، لازم طالما والده قيصري لازم تعملي اشعه صبغه، وقبل كل ده لازم جوزك يعمل تحليل سائل منوي. ان بيحدث كثيرا جدا ان احنا بنشوف ان كان تحليل راجل سليم وابتدى يضعف، ما بقاش في حنات منويه او بقت ضعيفه. أيوة. فلازم نستبعد. طبعا لو طلعت اي مشكله من الحاجات دي فلازم تعملي حقن مجهري فورا، ان انت عندك 42 سنه ما فيش اي وقت تضيعيه، الشهر ليه ثمنه في المرحله دي. اكيد طبعا. فرجاء ان انت تستعجلي بسرعه مع الدكتور اللي معاه، اعملي التحليل، جوزك يعمل التحليل، لو فعلا قال لك محتاجه حقن مجهري ما تتردديش وتقولي اصل انا حملت من 3 سنين طبيعي، فتفضلي تقولي كده لحد ما تفوتك الفرصة انك تحملي مرة تانية. فاعملي فحوصات شاملة، لو في الدكتور المعالج بتاعك قالك محتاجة حقن مجهري ما تستعجليش، ان قصدي ما تتأخريش، ان عنصر الوقت في حالتك بالذات عشان السن ما تزعليش مني لما اقول الكلمة دي، مهم جدا. بنشكرك يا مدام ميرفت. ومعانا مدام سلمى. الو مدام سلمى. اهلا بيكي. اهلا بيكي. أيه يا فندم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا مدام سلمى. كنت عايزة اسأل الدكتور. مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. انا قبل كده كان عندي مشاكل في الحمل وكده، وبعدين اتعالجت وعملت حقن مجهري وربنا كرمني وجبت بنت. دلوقتي بقى لي 3 سنين بالظبط ومفيش لحد الان حصل حمل، هل لازم ان انا اعمل تاني حقن مجهري؟
هو الحقن المجهري يكون ان انت عملتيه هو ده علاج عالجك في الحمل اللي فات اللي جاب لك بنتك، لكن ده الحقن المجهري مش علاج دائم يخليكي تفضلي تخلفي على طول طبيعي. يعني قصدي هو هم تغلبوا على مشكله عندك ولكن لم يعالجوا المشكله، يعني فاهمه قصدي؟ يعني كون ان انت عملتي كان عندك مشكله وعملتي حقن مجهري وربنا كرمك وحملتي، فالحقن المجهري ده ساعدك ان احنا نتغلب على المشكله وجبنا البنت، لكن مش معناها انه عالج المشكله الاساسيه اللي عندك. فانت غالبا محتاجه حقن مجهري تاني، ويعني اللي بعت الاولاني ان شاء الله ربنا يبعت لك التاني وتتم النجاح باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا مدام سلمى. معانا مدام اسماء. الو مدام اسماء. الو الو اهلا بيكي يا مدام اسماء، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. عايزه اكلم الدكتور وده ربنا بعت لي للمستمع، يعني ربنا يخليكي. معاكي دكتور شريف، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي يا فندم. انا متجوزه يعني ليا 10 شهور اهو وما حصلش حمل خالص. انا عندي تكيس مبايض. عندك كام سنه؟ عندي 24 سنه. طب الحمد لله. بس جوزي عنده نسبة دولي بسيطة خفيفة جدا، الدكتور قال لي مالهاش أي تأثير خالص، يعني دي تحاليل جوزي، قال لي جوزك ما عندوش حاجة خالص. عمل عندي تكيس مبايض وخدت لمدة شهرين جرعة مكثفة من المنشطات اللي هو يعني حقن أبيفاتي وجونا فيور واداني برضه برشام نعيم. امبارح رحت القاعدة كانت جيت للبريد وكده فاداني برشام تاني، أنا خفت منه اللي هو اسمه تومكسافين، معرفش لأني قريت الآثار بتاعته ان هو المرضى سرطان الثدي او كده، فانا خفت. فجوزي سال الصيدلي قال له لا ده هو كويس. لا هو بص، هو العلاج اللي انت خدتيه ده علاج صح لتكيس المبايض لو فعلا انت تشخيصك سليم تكيس المبايض. ممكن بعدين قال لي ان انت عندك 7/10، التقويض بتاعك ضعيف 7/10. لا معلش في نقطه، تكيس المبايض حاجه ومخزون التبويض هو اللي ضعيف حاجه ثانيه. وما ينفعش ان يكون عندك تكيس على المبايض ومخزون بويضاتك ضعيف، ان غالبا اللي عندهم تكيس على المبايض مخزون بويضاتهم عالي. فخلينا بس نمشي نقطه نقطه عشان ما تلخبطش. لو انت عندك تكيس على المبايض بتاخدي والدوره غير منتظمه بتاخدي ادويه اقراص محفزه للانسولين بتساعد، وبنعمل لك تنشيط تبويض، لو تحليل جوزك كويس باذن الله غالبا بتحملي طبيعي. تمام؟ لو بقى مخزون بويضاتك ضعيف دي تبقى مشكله ثانيه خالص وملهاش علاقه بتكيس المبايض. فارجوكي انت مع الدكتور اللي انت بتتعالجي معاه اعرفي منه ان هل انت عندك تكيس على المبايض مع مخزون كويس ام مخزون ضعيف. يعني دي نقطه لازم تعرفيها كويس يا مدام اسماء. نشكرك شكرا جزيلا. يمكن يا دكتور دايما الاختلاط في الامور ما بيبقاش واضح من بعض الدكاتره للمرضى، ده بيسبب برضو مشكله عند المرضى. اصل كلمه ضعف في التبويض دي كلمه عامه. يعني ضعف في التبويض دي ليها اسباب كتير قوي، يعني لو واحده مثلا عندها هرمون اللبن عالي كانت بترضع قبل كده ده بيضعف التبويض. لو واحده عندها غده درقيه كسلانه بيضعف التبويض. لو واحده عندها تكيس على المبايض بيضعف التبويض. لو واحده عندها مخزون التبويض ضعيف بيضعف التبويض. كلها نتيجه واحده لكن اسباب مختلفه وطرق علاجها مختلفه تماما الاربعه. فكلمه ضعف التبويض دي كلمه عامه مش دقيقه. تمام. طيب احنا معانا استاذ محمود. الو الو اهلا بيك يا استاذ محمود. الو ايوه يا فندم، حضرتك على الهوا، اتفضل. ايوه يا فندم، انا عندي المدام. تمام سامعاني يا فندم؟ سامعاك سامعاك يا فندم، ودكتور شريف معاك، اتفضل. يا ريت بس تقول لنا السن تمام، يا ريت كل حد يتصل يقول سن المريضه قد ايه، السن مهم جدا بالنسبه لنا. سن الزوجه قد ايه؟ السن 24 سنه يا فندم. تمام تمام. دلوقتي المشكله احنا بقى لنا سنتين متجوزين. فهي عندها المشكله كلها ان كان في الاول خالص في تعب بيحصل ساعه اول ما اتجوزنا يعني، فالموضوع كان مضايقنا. فبدات رحت للدكتور اعمل اشاعه فلقى ان في كيس على المبيض الشمال بس حجمه صغير. حجمه قد ايه كان؟ 5 سنتي؟ اه تمام. فالدكتور قال يعني ما اهتموش بيه قوي، فرحت للدكتور تاني ادانا حبوب منع الحمل. تمام. فبعد ما ادانا حبوب منع الحمل لمده 3 شهور، الاول حبوب تورمات وحبوب التورمات مع حبوب منع الحمل وحبوب منع الحمل. تمام. لوحدها. وبعد كده ايه برضه جه الدكتور قال لو عايز تشيله نشيله، مش عايز تشيله ما تشيلوش. طبعا الكلام ما عجبنيش، فرحت للدكتور تاني. فالدكتور التاني قال حجمه مش مهم وبدا يديها ايه حبوب منشطه وكده. حبوب منشطه وحقن. اللي هي تحت الجلد في البطن. طيب طيب هي السكه اتقطعت، ولكن احنا هنقدر نجاوبك على الاسئله
ان انت طالما عندها كيس على المبيض، لو هو كيس دموي قد يكون بطانه مهاجره اللي هو الاندوميتريوسيس او الكيس الشوكولاته اللي بنسميه. ده لازم تعمل منظار بطن تشخيصي ان ممكن يكون غير الكيس ده اللي عندها، يكون عندها بطانه مهاجره في كل الحوض، ودي ممكن تكون عامله انسداد في الانابيب وتكون هي اللي مأخره الحمل. الكيس في حد ذاته لوحده مش هيمنع الحمل، لكن لو كيس نتيجه بطانه مهاجره او مصاحب لبطانه مهاجره في الحوض وعلى قناه فالوب هتمنع حدوث الحمل. فهي محتاجه تكمل تشخيصها. تشخيصها مش كامل، يعني وجود كيس على المبيض حجمه 5 سنتي لوحده ما يمنعش الحمل. ما لو بقى بطانه مهاجره الكيس ده اللي هو اندوميتروتيك او تشوكليت سيست، ده ساعتها يكون عندها مرض الاندوميتريوسيس، وده في حد ذاته هو اللي ممكن ياخر الحمل. فهي محتاجه تشخيص يكمل. اما العلاج اللي ادهولها لحبوب الحمل ده علاج سليم، ان هي مشيت في سكه صح، بس طالما لم تستجيب لي ولم يحدث حمل لازم تعمل منظار بط، ولازم برضه هو ما يركزوش عشان هي عندها كيس على المبيض ينسوا يحللوا له هو التحاليل السائل المنوي. فلازم يحلل هو التحليل السائل المنوي، تتاكد سلامه السائل المنوي، ويكمل تشخيص المدام بعمل منظار بطن تشخيصي. تمام. طيب احنا معانا استاذ حسن، اهلا بيك. استاذ حسن. الو. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو. الو. استاذ حسن حضرتك على الهواء، اتفضل يا فندم. الو. طيب معانا مدام دينا. الو مدام دينا، اهلا بيكي. الو. اهلا بيكي يا مدام دينا. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. هستأذنك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بس في الاول. حاضر، اتفضلي. انا ليا 3 سنين، انا عندي 25 سنة. عندك 25 سنة؟ 27 سنة. تمام. عندي بنت عندها 3 سنين، متجوزة ليا 4 سنين. عندي قالوا لي ان في بطانة مهاجرة وفي تكيسات على المبيض، وعملت عملية بالمنظار من حوالي 15 يوم كده. وبعدها الدكتور اداني برشام دانازول 200. طيب يعني طب وضحي سؤالك لدكتور شريف. انت بتحاولي تحملي تاني؟ عايزه احمل تاني. بيقول لي انه الانابيب مسدوده، بيقول لي الانابيب بتاعتي مسدوده، فدلوقتي انا عايز مني حقن مجهري. طيب بس هو في نقطه مهمه يا مدام دينا، لو انابيبك مسدوده او متضخمه منفوخه بسائل او بدم او بصديد لازم تستأصل الاول قبل ما تعملي حقن مجهري، لكن لو هي مجرد مسدوده بس بالتصاقات بدون تضخم يبقى انت محتاجه تعملي حقن مجهري على طول، وملوش اي لازمه الدنازول اللي انت بتاخديه دلوقتي، ده بطل من 20 سنه يعني الكلام ده، فالدنازول ملوش قيمه وانت انابيبك الاثنين مسدودين، فانت محتاجه فعلا حقن مجهري. المهم انك تتاكدي ان مفيش تضخم في الانبوبه قناه فالوب، لو متضخمه لازم تستأصل الاول، لو مش متضخمه اعملي حقن مجهري، وهتبقى فرصتك باذن الله كويسه ان انت سنك صغير ان شاء الله. بنشكرك يا مدام دينا. يمكن يا دكتور قبل ما ناخد التليفونات برضو عايزين ناكد على معلومه الفريق الواحد حضرتك كنت بتتكلم فيها. طبعا هي الحقن المجهري دي في خطوات جدا بتعتمد على بدايه تشخيص المريض، تحضير المريض، العمل الموجات فوق الصوتيه اللي هي متابعه التبويض وقياس البويضه في كل زياره، دقتها مهمه جدا كده، عمليه سحب البويضات بدقتها برضو كده، التعامل مع البويضات في المعمل، تعامل البويضات وتعامل يعني امكانيات المعمل في سحب البويضات وتخصيب البويضه، والحضانات الذكيه اللي بتتحط فيها، ان كل الحاجات دي البويضه دي المفروض ربنا خلقها تبقى جوه الجسم، كون انها تتواجد بره في المعمل 5 ايام، ونحاول ان احنا نهيئ للجنين مناخ ملائم زي رحم الام جوه، ده تقنيه عاليه جدا، مجهود جامد جدا، ما يحتاجش الى فرد واحد. صحيح. فريق كبير ودقه، واي غلطه في اي مرحله بتوقع
النتائج كلها. اكيد طبعا. الحقيقه يا دكتور احنا وقتنا مع حضرتك يعني للاسف انتهى، كان نفسنا ناخد تليفونات اكتر من كده ونتكلم اكتر من كده، بس ان شاء الله في فقرات جايه هنكمل كلامنا مع حضرتك. ومشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، كان منورنا ومنوركم دكتور شريف باشا سيف، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال انابيب بانجلترا، رئيس مركز اداره مراكز سان رايز للخصوبه والحقن المجهري، زماله الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد بانجلترا، وايضا عضو الجمعيه الاوروبيه للتناسل وعلم الاجنه. نورتنا دكتور شريف. شكرا. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، الى ان نراكم على خير في فقرات مميزه من برنامجكم الطبيب في امان الله. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه المحور، وفقره جديده من برنامجكم الطبيب. السمنه ومشاكلها يعني بتواجه ناس كتير، بتواجه رجاله وستات كمان، اطفال مراهقين. مش هنقدر نقول ان السمنه بتواجه حد معين او شريحه معينه من المجتمع، لا، كل الناس تقريبا ممكن تتعرض لمشكله السمنه. ازاي يقدروا يتخلصوا منها، وازاي يكون عندهم اراده لان هم يبطلوا ياكلوا كتير او يبطلوا ياكلوا قبل ما يناموا، خصوصا للناس كمان اللي ما عندهاش اراده وما جربتش اصلا انها تعمل دايت، هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده يا رنا. يمكن يا نور كمان الناس اللي مش قادره تتحكم في نفسها زي ما نور قالت، يعني عدم الاراده، دايما بيوصلونا ان احنا نقول ان السمنه ام الامراض، السمنه كابوس العصر. يمكن الكلام ده قلناه قبل كده كتير علشان الامراض اللي تسببها السمنه. لو حد عنده مشاكل في الظهر بيكون سببها سمنه، لو عنده مشاكل في الركبه بيكون سببها السمنه، لو حد عنده ضيق في التنفس برده بيكون سببها السمنه. علشان كده احنا جايلين الحقيقه اسئله كتير قوي على الفيسبوك، عايزين حلول للسمنه، مش قادرين ان احنا نتحكم في نفسنا، مش قادرين نتحكم في اكلنا، مش قادرين يقتنعوا بالدايت اللي مثلا لو هو بياكل طبقين رز يروح للدكتور يقول له انت هتاكل 4 أو 5 معالق او نص طبق رز، فما مش مقتنع بالموضوع ده. علشان كده الحقيقه ان احنا هنجاوب على كل اسئله حضراتكم اللي جات لنا على الفيسبوك، ولكن خلونا نرحب بضيفنا وضيفكم اللي منورنا دايما دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه، وايضا عضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. منورنا دكتور احمد. ربنا يخليك يا رنا. منور يا دكتور. ربنا يخليك يا نور، انتوا اللي منورين والله. ربنا يخليك يا دكتور. بدايه الاسئله معانا على صفحتنا على الفيسبوك، كان سؤال جاي من مها، ومها بتشتكي، او مش هي اللي بتشتكي، هي حماتها اللي بتشتكي عندها مشكله، هي سنها 56. يعني مها ولا حماتها؟ لا، حمات مها. حمات مها اللي بتتكلم عن لسان. والله مها اصيله. يعني ما بتتكلم عن لسان حماتها. يعني مها اصيله، بتشوف يعني واحده بتحب حماتها. واحده بتحب حماتها. عشان الفيسبوك يا دكتور. تمام. يعني حتى كويس، حلو. يلا. احنا بنشجع العلاقات الانسانيه اللطيفه. الاجتماعيه. بالظبط. الهما عندها 56 سنة ووزنها 90 كيلو، بتعاني في ألام من ألام في الظهر بسبب طبعا السمنة اللي في البطن، عندها السمنة كتير في البطن، وكانت عايزة تعرف هل السنة ده مناسب انها تاخد الألياف ولا خطر عليها. واضح ان ماها تعبانة من السمن الوزن، واضح انها بتشيل او حاجة، ممكن تكون بتسند او كده. بالظبط. طبعا مفيش اي مشكلة خالص. السن اللي انت قلتيه السن كام سنة؟ 56. بالعكس، ده احنا كنا طول الوقت بندور على حاجه نديها. طبعا 56 سنه ده شباب، يعني مش من سن كبير. طبعا بندور على حاجه ملهاش مشاكل مع الضغط، ملهاش مشاكل مع السكر، ملهاش اي اثار جانبيه. كنا اغلب الادويه اللي موجوده في الماركت غير مصرح بيها، وفي النهايه مكتوب عليها غير مسموح للمرضى الضغط والقلب والسكر والمشاكل دي كلها. احنا دي الياف طبيعيه ما فيهاش اي مشكله، لحد اي سن يقدر ياخدها من اول 6 سنين. فبالعكس ده هتساهم معاها كتير جدا. هي ممكن تكون حمات مها اغلب الوقت قاعده في البيت، مفيش حركه، مفيش الكلام ده كله، ومستسلمه لمشاكل السمنه. لا، نقدر نديها الالياف، تقدر تقسم وجباتها بشكل متتالي عشان تحفز التمثيل الغذائي معاها. هتنزل طبعا، هي اشتكت من سمنه البطن كمان تقريبا. سمنه البطن ما فيهاش اي مشكله، انت مع نزول الوزن الكلي لانها وزنها حاجه و90 كيلو. هتنزل البطن، ما فيش مشكله، بالاستعانه ببعض جلسات تجميد الدهون واذابه الدهون لمنطقه البطن، او بعد ما تنزل بفتره معينه نقدر حتى نعمل لها شفطه. لكن في النهايه لما تنزل في الوزن ككل بطنها اكيد هتختلف، وما فيش اي مشكله بالنسبه للسن ده خالص. طيب تمام. طيب في سؤال جاي من يسرى، بتقول اخوها اخذ الالياف من شهر والحمد لله نزل 7 كيلو، بتتكلم عن نفسها بقى وتقول ان هي وزنها كبير برضو 86، بس الحرق ضعيف جدا، الالياف تنفع معاها ولا لا؟ الالياف احنا اتفقنا ان الالياف ده شيء طبيعي يشغل حيز كبير من المعده،
فبالتالي بيخليك تشبع مدة طويلة أو تاكل كميات أكل قليلة. تمام. كلمة الحرق ضعيف دي مش عايز أسمعها من حد. مفيش حد عنده حاجة اسمها الحرق ضعيف. أنت ما أنتش مكون من مركب غير المركب بتاعنا. بس إنها شماعة بيعلقوا عليها طبعًا. كلمة الحرق ضعيف. الحرق ضعيف ده أنت عرفته منين؟ أنت عايز تاكل احنا عندنا عايز افرق ما بين كميات الاكل الكبيره وكميات الاكل المتوسطه اللي بتتاكل بشكل غلط. هنا انت بتاكل كميات اكل كبيره فهتراكم دهون، هنا انت بتاكل كميات اكل متوسطه ممكن ما تكونش كبيره بس في اوقات غلط، فما انتش محفز الحرق بتاعك فبالتالي برضو هتتخن. يبقى احنا هدفنا من الالياف ان احنا ناكل كميات اكل قليله ونقسم الاكل على مدار اليوم عشان الحرق يشتغل. الجسم اتفقنا كلنا نتبنى فكره ان هذا الجسم عباره عن اله. الاله دي من صنع ربنا، الاله دي ليها طرق في الاكل. لازم تفطر الصبح عشان ده قمه التنشيط، انت بتدور العربيه الصبح. هي الشراره الاولانيه لتجهيز جسمك للحرق هو وجبه الفطار. تاخد وجبه كامله وبعدين تبتدي تاكل كل 3 ساعات. ليه؟ لان الاله دي محتاجه تديك طاقه. هتشتغل على الاكل تحرقه فتديك طاقه، فتحفيز الحرق هيتم عن طريق الاكل بشكل منتظم. لذلك اكتر ناس بتتخمين الناس اللي بتاكلش طول اليوم. طول اليوم ما دهش حاجه غير كوبايه نسكافيه، وبالليل لما اروح اكل اكل، وممكن تكون كميه الاكل مش كبيره كمان. فبالتالي لو انت شفتيه كتوتال كميه اكل كان له 1400 سعر حراري، هو 1400 سعر حراري دول ما يتخنوش. ما دول يا دكتور احمد الناس اللي بتقولك انا ما باكلش، انا بتخن ليه؟ انا بتخن ال 1400 سعر حراري دول كل اغلبهم متراكم ايه؟ دهون. بالرغم من ان هو خد كميه اكل اقل من الطبيعي اصلا، اقل من اللي بياكل على مدار اليوم كله. بالظبط. فمفيش حاجه اسمها الحرق عندنا ضعيف. خدي الالياف لو انت بتاكلي كميات اكل كبيره، نظمي اكلك على مدار اليوم هتلاقي نفسك الحرق بتاعك كويس. اشربي ميه كويس جدا، 3 لتر ميه في اليوم. الموضوع مش محتاج لغز، ما فيهوش اي الغاز. انت تفطر الصبح تنشط الحرق، تاكل كل 3 ساعات عشان يعني هيبقى 3 وجبات رئيسيه وسناكس في النص. ما تقولش الشغل، ما تقولش اي مشكله. انت ما عندك بتاكل كميات اكل كبيره، الالياف هتقفل لك الموضوع ده. انت ممكن تاخد الالياف فتملى المعده، فبالتالي لو انت اكلت نص رغيف في الغداء هتلاقي نفسك شبعت على طول. معالق رز في الغداء مفيش مشكله. الاطفال اللي بياكلوا بالليل، الرجاله اللي بيرجعوا البيت ياكلوا، او الستات اللي بالبيت بياكلوا كتير ده بالليل كتير، ده نفس الفكره بالظبط. تقدر تاخدها في وقت معين قبل ما تزيد الشهيه دي، تقدر تكتم شهيتك وتبدا تاكل كميات اكل. يعني فكره الالياف ان هي بتنزل في المعده، بتاخد حيز كبير من المعده 3 ارباعها مثلا بالزبط. فبالتالي بتسيب جزء صغير هو اللي هينزل فيه الاكل الكميه صغيره بالظبط. انت احنا ممكن نوريهم الفيديو تمام. بيوضح كتير قوي الحكايه نفسها. هو برضو نفس الفكره، هي بتبقى عباره عن معدتين. دول كوبايتين او معدتين، احنا نعتبرهم معدتين. المادة الزيتية دي هي ليها سمك معين في الكوباية من فوق، والكوباية التانية هي فيها شوية مية. عاوزين نوري ازاي هو بيكون مركب صلب يقعد في المعدة، وفي نفس الوقت ازاي يمتص الدهون، فبالتالي ايه ما يراكمش دهون. الدهون اللي احنا بناكلها ممكن يمتصها. الالياف هي ما فيش اي مشكلة، هي الياف مشتقة من 5 انواع من الالياف الغذائية، بتمتص المية بشكل كبير جدا وتكون مركب شبه مركب سميك او مركب لزج يقعد في المعده فترات طويله، وبالتالي ما تحسش بالجوع. الفكره كلها لو انت شفتي الالياف هنا، احنا عندنا مشكلتين. ان احنا كنا عاوزين نعمل مركب في النهايه، المركب ده ما يقفش في جزء من المعده ويعمل جزء صلب ويقف في جزء من المعده فيسيب مسار من المعده مفتوح. احنا هنا انت هتشوفي الالياف بتتشكل حسب شكل الكوبايه، فخدت التجويف كله. هي نفس الفكره بالظبط، لما تنزل المعده، لان المعده اشكالها مختلفه طبعا، فبالتالي برضو بتاخد نفس شكل المعده. طب ليه احنا بنحط بس ربع كوبايه ميه؟ ما احنا ممكن الناس يقول لك دوبوها في كوبايتين ميه. لا، احنا عشان تقدر تاكلها بس، عشان يعني زي ما انت شايف المعلقه هنا ما بتنزلش، معنى كده ان هو هيكون مركب صلب او صلب قوي. المعده بنشرب كوبايتين ميه، فزي ما هي بحجمها كده بتبتدي تكبر في المعده وتشغل 3 ارباع حجم المعده. الكوبايه الثانيه فيها ماده زيتيه، او السطح بتاعها كان فيه ماده زيتيه، بيوريكي قد ايه الالياف. هو بيمثل الدهون يعني اللي مع الاكل. اللي مع الاكل بالظبط. ازاي الالياف بتمتص الدهون اللي موجوده دي وتبدا يعني زي ما تعمل عليها غلاف وتاخدها وتنزل بيها زي ما انت شايفه نزولها ده كانه رايح على الامعاء فعلى الاخراج، فخلاص بدون اي امتصاص. هي دي الفكره بتاعت الالياف. نيجي هنا على فكره الدهون. هي بتشتغل على الدهون اللي انت بتاكليها فتقلل شويه منها. الحاجه الثانيه هي بتقلل شويه برضو كمان الكوليسترول او دهون الدم. لذلك احنا بنحبها جدا كتير جدا لما بيجي لنا مرضى ضغط وقلب وسكر، بنفاجئ الحمد لله يعني ان بعد اسبوعين من الاستمرار صحيح في
نزول الوزن لوحده بيظبط كل حاجات كتير جدا من الارقام بتاعتهم بتاعت الكوليسترول والسكر والمشاكل دي. بالاضافه لان هم كمان في دايركت افكت او تاثير مباشر لاستخدام الالياف على موضوع اذابه الدهون نفسها او التخلص من دهون الدم. المهم بمنتهى البساطه الناس بتيجي بتحليل بعد مده شهر من نزول الوزن سواء كان بدايركت افكت من الالياف او سواء كان من نزول الوزن نفسه، المهم ان الامور بتتحسن الى حد كبير. نيجي هنا انت في المقدمه اتكلمتوا على فكره ان السمنه بتسبب كل المشاكل. صحيح. انا كان عندي شاب يمكن من حوالي شهر ونص كان وزنه حوالي 125 كيلو تقريبا. تمام. بيشتكي من حاجه يمكن كتير جدا منها او من مرضى السمنه المفرطه بيشتكوا منها. بيقول لك وانا قاعد في الشغل بنام. يعني هو يبقى قاعد كده ويحس ان هو نام واصحابه بيروح في النوم. بتروح في النوم. ده شكوى راح مسكين راح لمخه واعصابه، قال لك انا عندي حاجه بقى في المخ، عندي مشكله. مفيش اي حاجه خالص. هو كل مرضى السمنه اللي عندهم دهون كبيره جدا في منطقه البطن لان سمنه مفرطه، وهو نايم او وهو قاعد الدهون دي بتتراكم كتير جدا على الشرايين بتاعت الشرايين بتاعت الرقبه اللي بتوصل الدم دايما للمخ، فيوصل الاكسجين بشكل قليل للمناطق دي لان هو جسمه في حاله ضغط في حاله ستريس من ناحيه كل اجهزه جسمه، فيبتدي دايما الاكسجين يبقى قليل، ما عندوش تشبع بالاكسجين كافي، فاغلب وظائفه الحيويه بتبقى ضعيفه. من ضمن الوظائف ان المخ يديك تبقى اليرت ونشيط ومركز وكده. فالسمنه طبعا سببت الكلام ده. مجرد ما نزل 10 كيلو مع استخدام الالياف حس بالفرق، ما بقاش يشعر بهذا الشعور الوخم والكسل والخمول والنوم وهو قاعد. فطبعا السمنه زي ما انت دايما تليكي كلمه معروفه جدا بتاعت هي ام الامراض او مرض الامراض، هي فعلا بتسبب كل المشاكل. تمام. طيب دكتور احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذه ميري على التليفون. الو يا استاذه ميري. الو. ايوه. الو مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذه ميري، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. قولي لنا بتستخدمي الالياف من امتى؟ بقالي اسبوع بس. بقالك اسبوع. طيب في خلال الاسبوع وزنتي نفسك بعد ما بداتي تستخدميها ولا لا؟ وزنت نفسي، نزلت حوالي يعني 2.5، يعني 2 أو 2.5 يعني. طب كنت كام بقى وبقيتي كام دلوقتي؟ يعني كنت كام قبل 2.5 لما ينزلوا؟ كنت حوالي 89.5 دلوقتي 87. حلو جدا. طيب انت عايزة يعني او بتتمني توصلي لوزن قد ايه؟ 65. طيب بإذن الله هتوصلي له. بسيطة جدا. 167. طيب تمام. طيب دكتور احمد معاكي لو انت حابه تساليه على اي سؤال. يا ريت. اتفضلي. ازيك يا ميري؟ انا ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، كويس جدا. الاسبوع 2.5 كيلو، انت لو مشيتي على المعدل ده هتبقي واصله للماكسيمم، وده نزول طبيعي طبي ما فيهوش اي مشكله. هو انا كنت بنزل قبل كده برضو بس من غير ده، بس كنت مشكله ان انا كنت برجع تاني بلخبط، يعني كنتش بستحمل اسبوعين يعني. لا ان شاء الله تحاولي انت قلتي رقم ان انت عايزه تنزلي حوالي 25 كيلو. ادي لنفسك 3 شهور. انت عارفه الاحباط والتخلص من الرجيم بسرعه بيتم عن طريق ان احنا فاهمين ان احنا ممكن في اسبوعين ثلاثه هنخلص، لكن انت لو حطيتي رقم قصاد نفسك 3 شهور قلتي انا هاخد هذا الموضوع في 3 شهور، هتفاجئي ان انت خلاص بتشتغلي مستريحه نفسيا وبتكملي الدايت وبتوصلي الوزن اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه الالتزام بطبيعه الاكل وتنشيط جسمك بالاكل مع الالياف لتقليل الكميات بس. تمام. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل. هو انا لما باخد المنتج يعني بدخل التواليت كتير، ده عادي؟ طبعا، لان هي الالياف بتخليك بتمتص قدر كبير جدا من الميه المتراكمه في جسمك نتيجه العادات الغلط ونتيجه السمنه، فبتحسي ان انت بتخشي التواليت كتير. وده بالعكس ده دليل على ان تاثيرها افضل، لان احنا الزياده ما بتبقاش بس دهون، بيبقى في جزء دهون وجزء ميه نتيجه الاملاح ونتيجه الحلويات والسكريات الكتير. فبالتالي نزول ميه كتير ده بالعكس كمان هيساهم في انقاص وزنك بشكل كويس. اكيد. تمام. هي بس انا ومامتي اللي بناخده دلوقتي، مش انا لوحدي كمان يعني. كويس. قلنا هنجرب احنا الاثنين. كويس. فهي برده نزلت برده شويه، وهي عندها اصلا دهون ثلاثيه وسكر وحاجات كتير، بس هي بتشكر حضرتك يعني. انا بشكر. قدرت تتحكم في اكلها شويه. انا بشكركم جدا على اتصالكم، واحنا التارجت بتاعنا والهدف بتاعنا برده ماما، يعني الهدف بتاعنا الشباب
والهدف بتاعنا زي والدتك والناس كلهم اللي عندهم مشاكل ضغط وسكر وكوليسترول، دول الهدف ان هم ينزلوا في الوزن، كل ده هيتحسن. فان شاء الله يا ميري ان نسمع عنكم اخبار احلى واحلى، وان شاء الله تتمتعوا بصحه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا دكتور جدا، تحت امرك. شكرا يا استاذه ميري، وان شاء الله كده ترجعي تكلمينا تاني انت ووالدتك، وان شاء الله تكونوا وصلتوا للوزن اللي انتم بتتمنوه. طيب معانا احمد. الو استاذ احمد. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. قول لي يا استاذ احمد، تستخدم الالياف من امتى؟ انا دلوقتي داخل في حوالي 25 يوم 26 يوم. طيب اتوزنت في الفتره دي ولا لا؟ كل يوم ببوظ نفسي صراحه. طيب لقيت نفسك نزلت ولا لا؟ نعم. لقيت نفسك نزلت في ال 25 يوم دول ولا ايه؟ لا لا لا، انا بزود على نفسي على اساس انا عايز انزل كمان اكتر يعني صراحه. يعني نزلت قد ايه؟ نزلت دلوقتي حوالي 11 كيلو يعني بالظبط كده. 11 كيلو في 25 يوم. طيب طبعا جميل. طيب فرقت معاك في ايه؟ انا فرقت معايا اول حاجه في المشي وركبتي والانكل، كنت مش قادر امشي والله. كنت بطلع السلم على ايدي ورجلي صراحه. يعني دلوقتي انا فرقوا معايا دول، اقول لك حوالي 50 كيلو ان انا بقدر امشي واروح. والله انت اديتنا طاقه ايجابيه والله، يعني بالكلام اللي انا كنت 140 كيلو. اديتنا طاقه ايجابيه يا استاذ احمد. اه والله انا الحمد لله انا بقدر امشي دلوقتي، يعني فرقوا معايا كتير على ركبي ومفاصلي. ما بالك بقى لو نزلت ال 40، يعني انت نزلت 11 كيلو طلعت السلم، ما بالك لو نزلت 40 هتطلع برج القاهره ان شاء الله على رجلك. يا يعني يا دكتور والله يا رب باذن الله. يا رب. لا يا رب ان شاء الله تحقق اللي انت عايزه ان شاء الله. وانت جميل وعندك طاقه ايجابيه حلوه وروحك جميله، فانا متاكد ان انت هتوصل. يعني الطريقه دي بتاعت الكلام دي بتاكد لك ان هو هيوصل. ده عنده اراده وهدف ان شاء الله. بنشكرك يا استاذ احمد. يمكن يا دكتور احمد من صوته خلاني يعني مبسوط، خلاني اتكلم حضرتك في حاجه، ان الالياف فيها ماده حضرتك قلت عليها قبل كده مسؤوله عن المزاج، بتحسن المزاج. مش هي اللي باسطه يا استاذ احمد. لا على الاقل مخليها ما عندوش اكتئاب. طبعا هو بيعمل دايت بيكتئب عموما. هي الفكره كلها ان فيها تريبتوفان، دي انت عارفه النشويات لما بتقل جامد من الجسم فشويه تعمل شويه يعني مود مش لطيف كده. صحيح. مش هنقول اكتئاب بس مود مش لطيف. تريبتوفان موجود في الالياف بيحسن المزاج ده، ما بيخليكش مكتئب او يعوض او زعلان ان انت بتعمل دايت او كده. النشويات بس. ده مثال جميل، سواء ميري ووالدتها حاجه جميله جدا. تارجت الشباب اللي عاوز ينزل. صحيح. دول نموذجين، الشباب اللي عاوز ينزل احنا جدا 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 معاهم. وفي نفس الوقت كبار السن او هي مامتها طبعا يعني مش كبيره، بس يعني اي حد مع بالظبط. دول اللي عنده ضغط واللي عنده سكر احنا ما عندناش مشكله خالص. بالعكس ده احنا حطينا ايدينا على نقطه مهمه جدا، على فكره الميه. انها تخش التويليت كتير. بالعكس ده المرضى الضغط والسكر هايل جدا، لان الالياف بتمتص كميه كبيره جدا من الميه المتراكمه في الجسم. الميه دي بتبقى موجوده عامله حاله من الخمول، موجوده في كل الجسم، تضعف الجسم، فبالتالي نزولها بيفوق اي حد، يخليه نفسه مستريح، حركته اكثر سهوله، العضلات بتاعته فكه بشكل اكتر بكتير، فبالتالي بتحسن. استاذ احمد قال لك انا كنت بطلع السلم على ايدي وعلى رجلي. صحيح. يعني 140 كيلو ل 11 كيلو، ده 11 كيلو ده بني ادم طبعا. تخيلي 11 كيلو وطالع ب 11 كيلو، فساب ال 11 كيلو وطلع هيخف من عليه كتير. هيخف من عليه كتير طبعا. طيب في سؤال مهم من الاسئله اللي مبعوتها لنا يا دكتور على الفيسبوك، سؤال من احمد بيقول كنت عايز اعرف هل العلاج بالالياف ينفع مع علاج الكبد ولا لا؟ وطبعا هو مهم جدا لان احنا بنتكلم عن الضغط والسكر، بس الكبد يعني اي حد بيبقى عنده مشكله في الكبد مش بيعرف ياخد ادويه بسهوله. بالظبط بالظبط. طبعا الاسم ايه؟ أحمد. استاذ احمد المشكله كلها في الدهون اللي على الكبد. هو اكيد بيعاني من السمنه. تمام. فالدهون اللي على الكبد لو هو حتى عنده مشكله في الكبد كمشكله في الكبد بغض النظر عن السمنه يعني، يكفي كمان الدهون اللي متراكمه على الكبد دي بتساهم اكتر في مشاكل الكبد نفسه. فبالتالي لو خففت الحمل على الكبد بالشكل ده انت هتتحسن اكتر واكتر. الالياف ما فيهاش اي مشكله، دي الياف زي اللي انت بتاكلها او مستخلصه من العناصر الغذائيه المختلفه، بالتالي ما فيش اي مشكله. بالعكس نزول وزنك هيخفف الحمل، هيقلل الدهون اللي موجوده على الكبد، فهيديك راحه اكتر او اريحيه اكتر، او هيخلي الادويه حتى اللي انت بتاخدها لتنشيط الكبد او لعلاج الكبد بالعكس كمان تحسنك اكتر، ما فيش اي مشكله خالص. طيب سريعا دكتور احمد، في ام بتشتكي من طفلها ان هو عنده سمنه وعنده 8 سنوات، وبتقول وزنه نزل شويه بس بعد كده رجع تاني،
فالالياف مناسبه ليه ولا لا؟ الالياف مناسبه من 6 سنين زي ما احنا قلنا، دي الياف طبيعيه ما فيهاش اي مشكله خالص، تقدر تتحكم فيه. بس طبعا بنقول لها اهم حاجه بالنسبه لنا كطفل ان انت تقومي عادات الطفل الغذائيه، تبداي تبعدي عنه شويه المقليات والفراخ البانيه والحاجات دي كلها، الحاجات المقليه في الزيت تبعدي عنه. الالياف هتساعد بالظبط ان انت تقللي كميه الاكل بتاعته، ولكن عليك عامل كبير في انك تغير عاداته الغذائيه طبعا. الحقيقه دكتور احمد انت يعني اعتقد ان الشكر مش هيجي لك من الشباب بس ولا كبار السن بس، لا ده كمان الامهات علشان الاطفال اللي عندهم، وهيجي لكم انتوا كمان يا رنا برضه يا رب. احنا مستنيين الدعوه دي. اكيد. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، حاولنا ان احنا نجاوب على اكبر كم من الاسئله حضراتكم بتبعتوها، وكمان استقبلنا تليفونات حضراتكم. كان منورنا ومنوركم دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه. نورتنا يا دكتور احمد. متشكر جدا انا، متشكر قوي. ميرسي يا دكتور احمد، ميرسي لحضرتك. مشاهدينا انتظرونا وفقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.